أنا أوجه نداء إلى رئيس الوزراء. نعم. اللي هو. هاي الشيوخ العشائر الجنوب والوسط. حتى الغربية، حتى أي محافظة بالعراق. على هذا المستشار اللي خاله من جايب هذا المستشار يتطاول على أرض الجنوب وعلى عشائر العراق وعلى مرجعية العراق. نعم. من هو هذا؟ نعم. وين كان هذا سابقا؟ يتطاول على أهالي كربلة، يتطاول على أهالي النجف. فما مسموح له أن يعاقب، لابد أن يعاقب عقاب شديد من قبل رئيس الوزراء ويتنحى عن الحكم. يعني كل من يجيبوا مستشار أن يسيء إلى بلد العراق، كل من يجي من غير دولة يجي يسيء إلى وبالتالي هو ابن العراق. يعني ويوم من هو من يشر العراق. لا هو لقيط. لا هو من يشر إيش كلام فدول الجوار ما راح تشوف الشجرة تنظر لنا. لا هو من هذا هو لقيط وليس مستشار. أنا أقول الكاظمي يا أخي هذا الرجل أساء إلى الشعب العراقي، أساء إلى أراضي الجنوب، أساء إلى مقدسات العراق، فلا بد أن يعاقب عقاب شديد أمام الملأ. وهذا مطلب العشائر العراق، ونقول إذا ما نفذ إحنا راح ننفذ بيدينا.